قتل الأسير المحرر حسين مسالمة جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود للقوات السجون الصهيونية الغاشمة. جماهير شعبنا وأمتنا، لا تزال آلة العدوان والإجرام الصهيونية تعمل قتلاً واستئصالاً في أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في كافة أماكن تواجده. ها نحن اليوم نشهد جريمة جديدة لا تقل بشاعة عن سابقاتها ولا فظاعة عن مثيلاتها. إنها جريمة قتل الأسير المحرر حسين محمد مسالمة ذو 40 عاماً ابن بلدة الخضر في مدينة بيت لحم، الذي اعتقل في العام 2002 وحكم بالسجن لمدة 20 عاماً. لا نقول أنه أفرج عنه مبكراً قبل عدة أشهر ليواجه مصيره في المشافي الفلسطينية وحيداً بعد أن نهش المرض من جسده ولم يبقي منه شيئاً، ولكن نقول بعد أن أمضاها كاملة غير منقوصة وزاد عليها بأن قدم روحه بعد حريته فداء لفلسطين والأقصى وليحيا شعبنا بكرامة. إننا في جمعية واعد الأسرى والمحررين وإزاء استمرار ارتفاع أعداد الأسرى الشهداء أو الذين تحرروا لتوهم من السجون الصهيونية، لنؤكد في هذا المقام على ما هو آت. أولاً، إن جريمة قتل وتصفية واغتيال الأسير حسين محمد مسالمة ليست الأولى، وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة في ظل الهجمة المسعورة المتواصلة بحق أسرانا وأسيراتنا. ثانياً، نلقي باللوم كله على المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التي لم يهز وجدانها أو يحرك ضميرها هذا الدم السيال. ثالثاً، نطالب منظمة الصحة العالمية بموقف عاجل وسريع تجاه سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها قوات السجون بحق كل أسير وأسيرة. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لاستمرار فعالياته الوطنية والشعبية لدعم ومؤازرة الأسرى. خامساً، نأمل أن تكون دماء الشهيد مسالمة دافعاً جديداً للسلطة الفلسطينية للتوجه نحو المحافل الدولية ورفع دعاوى بحق مجرمي الحرب الصهاينة. التحية للميامين أبطال عملية نفق الحرية، التحية لأرواح شهدائنا، لتضحيات أسرانا، لآلام جرحانا ولكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده. جمعية واعد الأسرى المحررين الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 ميلادي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.